أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية خاصة لمشرف الحلقات والقائمين عليها؟ أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وهم في مقام عظيم، حيث أنهم يخدمون كتاب الله ويعلمون كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فعليهم أن يقدروا هذه النعمة وأن يخلصوا لله عز وجل، وأن يوجهوا الطلاب توجيه السليم والعقيدة السليمة، ويحذرونهم من الأفكار المنحرفة التي أخذت كثيرا من شبابنا مع الأسف، حذرونهم من ذلك ويوجهونهم إلى الاتجاه السليم، العناية بكتاب الله وتعلم العلم النافع، وأن يكونوا مع الأخيار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم.